السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة للجميع الإخوان والأخوات. من المؤسف أنك تستيقظ على خبر جريمة قتل أحد الجماعات المحلية بعمارة صخيرة تمارة، وبالضبط جماعة الصخيرات. قبل قليل جريمة قتل، ولحد الآن ما زالت المركز القضائي والشرطة العلمية في عين المكان، البساتين، مشروع مخصص لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح. الضحية من أبناء حي الفتح العرجة المعروف ببيع السمك أولى لتدير الدلالة بالمرصد ديال الصخيرات. الأخ جواد الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار تعازينا الحارة أسرة الفقيد. للتصحيح الإخوان، أنا قبل قليل كتبت أن زوجة وكانوا السكان يعتبرونها زوجة المرحوم جواد، ولكن هي الصديقة المرحوم لأزيد من ثمانية سنوات. يقول واحد المثل: ومن الحب ما قتل. ثمانية سنوات للعشرة تنتهي بجريمة قتل، واحد تذهب إلى المقبرة والآخر إلى السجن. توصلنا على أن أنباء أن بناتهم أحد الأبناء تحت هذا المطر الخير. ستين سيكتور جوج، العمارة 28، أخت مالكة. الشقة تعود الكراء، وهذا موضوع خطير، لربما توصلنا أن الشقة تكتريها مرتكبة الجريمة، وأن هذا السكن غير صالح للكراء أو الرهن أو البيع قبل 8 سنوات. هذا موضوع آخر، فأتمنوا الرحمة والمغفرة للشاب جواد. هي صديقة ديالو 8 سنوات. هذا الشيء ما توصلنا به قبل قليل، لأنه كل يعرف جواد من أبناء مدينة الصخيرات وبالضبط حي الفتح العرجاء سيكتور جوج، العمارة 28، البساتين. نسأل الله الرحمة والمغفرة. وبين قوسين، بعد ما هي علاقة الأمن بهذا الجريمة؟ باش نوضحوا المسألة، ما عرفتش أنا بالضبط، باغي نعرفش أنا يا ما علاقة الأمن بهذا الجريمة. هو العربي هذا ولد الصخيرات، ولد العرجة معروف، راه تيدير الدلالة في المرصة ديال الصخيرات. ويا خويا ايوب جامايكا سابقا، كما قلت، يعني بعض الاشخاص اللي صراحه ما تفرقوش لان راه ما يمكنش كان المخزن يبقى جالس معك شاف الدار انه باش ما ترتكبش جريمه ولا دير شي مشكل حتى والزوجه ديالك ولا الصديقه ديالك، وما عارفش يعني كاين امور مجموعه ديال الحويجات.
تنهضروا على الحريات وتنهضروا بزاف على الحوايجات، ولكن راه ما يمكنش لينا اننا ندخلوا بعض المرات بحال واحد المنشور انا ما عجبنيش كاتب شي حاجه ماشي دفاعا عن الامن، ولكن ما علاقه الامن بهذه الجريمه؟ كاين بعض الحويجات اللي نقدروا نتناقشوا معاهم، ان الجريمه ان السرقه او الضرب او الجرح او الاعتداء او مجموعه ديال الحويجات ممكن اننا نناقشوا فيها ما هو امني، اما الجريمه المرتكبه داخل منزل صعيب شي شويه ان الامن يبقى يتدخل فيها، الا وان الامن تيدير خدمته من مورا الجريمه انه يعتقل الجاني ويبحث شنو الاسباب اللي خلاه ارتكاب هذه الجريمه، لان علاقه راه فيها 8 سنين. احنا داكشي علاش نصحوا اخويا فتح ابو، لان قلنا غادي نرجعوا في التفاصيل ورجعنا في التفاصيل في الفيديو باش نصحوا العنوان، لان اغلبيه ديال الساكنه اللي معاه في العماره كانوا يعتبرونه انه الزوجه ديالو. المطر الخير ونظروا يعني في مؤخرا ان هما هادو ماشي ابناء مدينه تمارين، نقدروا نقولوا باللي مرتكبي الجريمه او لا، حتى الجريمة السابقة راه ماشي أبناء مدينة تمارا، راه ولاد حي الفتح، وبجوجهم ولاد حي الفتح المرتكب الجريمة والضحية، وهذا الضحية كذلك يعني من أبناء العرجة، ما عنده حتى علاقة أبناء مدينة تمارا. مابقاوش غير نجيو نلصقوا أبناء مدينة تمارا والناس ديال البرارك ولا هما جاوا هما دارو، راه كاين فئات كبيرة تما يلا يعمر هدر، راه كاينة واحد النسبة ديال 90% يلا يعمر هدر، ما نبقاوش نشحنو حتى داك اللي تيكون زوين، حتى داك اللي تيكون زوين بعض المرات نخليه يشوف واحد الكومونتير ولا يشوف واحد التعليق ولا يشوف واحد المنشور يقول ها انت شو التمييز، حنا مغاربة بعضياتنا تيبقى يميزوك بين هذا وهذا وهذا وهذا، راه تمارا والسخيرات راه ما بيناتنا غير جماعة وحدة، يا جماعة عين عسير، أو ما تتبعد حتى 5 كيلومترات ولا 6 كيلومترات بين تمارا والسخيرات. أنا أتكلم على الضحية أنه أبناء حي الفتح، هي ما عرفتش بالضبط فين ساكنة، واش من أبناء مدينة تمارا ولا أبناء السخيرات، ف الله يصاوب وصافي هادشي اللي نقدروا نقولوا، راه ربما انهم توصلنا انه بيناتهم ابن في علاقة غير شرعية، داكشي مسبك. نتمنوا في الاخر غيكون التقرير ان شاء الله مفصل ويكون مقال في جريدة حدث 24 غادي توصل وغادي نحطوه ان شاء الله، باش حتى الرأي العام يعرف باللي ان كاين شي حوايج ما عندهمش علاقه بالامن وكاين شي حوايج عندهم علاقه بالامن، واللي نقدروا اننا كاين نديروا شي مقترحات او نديروا واحد الطاوله ديال الحوار بيننا وبين رجال الامن ومسؤولي رجال الامن. الله الحديثة تسير هنايا، هاد القضيه اخويا اش نقول لك، اللي بالله ديال التمييز ديال ابناء السخيرات مع ابناء التمارة صعيبه شي شويه، راه دخلوا لولادكم دخلوا الابناء ديالكم الفكره ديال اننا راه حنا مغاربه، راه بحال الاخ تيقول باللي حتى هي من السخيرات، ف
ما نلقاوش غير أبناء مدينة أبناء مدينة أبناء مدينة. إحنا رو ما جبدنا خويا رضا غاب الخير الله يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين. إحنا راه تنهضرو باش نقولو بلي أنه راه معروف في الساحة الله يعمرها دار، والدري راه كان درويش وكان تيعرفو بمجموعة ديال الناس وكان تيخدم على راسو، ما قلنا حتى شي حاجة فيها عيب. هادشي اللي بغيت نصحح لك اخويا رضا، وحتى هي ندعيو معاها الله يكون معاها وصافي. راه ما عرفناش الانسان شنو تيكون معاه. جريمة مرتكبة في الصخيرات، ف بعض الالتزامات الآن بمدينة تمارا، ومازال رجال الدرك الملكي في عين الماكة. إخوان غادي نودعوكم، ترجعوا لكم إن شاء الله في فيديو جاي ونعطيكم شنو واقع بالضبط.